وللوقوف أكثر على تداعيات المعارك بين العشائر وميليشيا قسد في سوريا، ينضم إلينا عبر الهاتف من أمستردام رئيس هيئة الإنقاذ السورية الدكتور أسامة الملوحي. حياكم الله دكتور أسامة. حياكم الله. أهلا بك دكتور أسامة. قتال شرس وطرد لميليشيا قسد من مناطق عدة في ريف دير الزور الشرقي، السؤال هنا ما الذي حرك العشائر هناك بعد أن كانت متماهية إلى حد ما مع ميليشيا قسد؟ هل هي يعني أسباب كما أشاع في الإعلام أم أن هناك أسباب لربما أسباب حقيقية أو أسباب بعيدة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في الحقيقة يجب علينا أن نتأمل هذا الكيان الذي نشأ في شمال سوريا وشمال شرق سوريا، وكانت قسد هي التي أنشأت هذا الكيان بناء على ضغط ورغبة ودعم أمريكي صرف، وكان وتأسست ما يشبه الدولة الشريطية. دولة شريطية امتدت على مسافة أكثر من 700 كيلومتر، وهذه الدولة الشريطية يعني بشكل يعني جغرافي واستراتيجي لا تستطيع يعني أن تستمر، ويسهل قطع هذا الشريط، هذه الدولة الشريطية، واستطاعت تركيا أن تفعل ذلك في مناطق أفرين. أمريكا أرادت من هذه الدولة أن تنتفخ، فانتفخت فعلا، وصلت إلى الرقة وإلى شرق دير الزور، فهذه دولة انتفخت، ليس لهذا الكيان القدرة على مسك الأرض. لذلك حاولت مع يعني تسويات أمريكية وباستخدام المال وإلى ما هنالك لاستمالة عشائر، يعني بعض العشائر التي يعني تقبل بعض الأفخاذ تاريخيا يعني الارتزاق، وحصلت على ما تريد وأشركتهم حتى في قيادة المنطقة شكليا، وبقيت القيادة هي لهذه الميليشيات التابعة فعلا لحزب العمال الكردستاني أو البيكاكا بشكل عام. لذلك هذه الدولة بعد أن انتفخت وقبل أن تنتفخ هي معادية لما حولها في الشمال، تركيا لا تريدها، تركيا وهي على عداء مستمر مع تركيا، والمكونات العربية العشائرية في جنوبها أيضا يعني تفترق عنها، وهناك شيء لا يمكن أن يتجانس ما بين هذه الدولة وقيادتها وما بين الامتداد العشائري العربي بين قوسين السني. فلذلك كان صدام لابد منه، وحصلت صدامات عديدة، ولكن هذه الصدامات الآن يبدو أنها منظمة، ويبدو أن الإرادة العشائرية مع الإرادة الثورية لدى هذه العشائر، لأننا في ثورة سورية مستمرة ونحن لنا تواصل مع هذه العشائر. طيب. ونرجو أن تستمر هذه العشائر بأخذ دورها وأن يكون لها كيان فعلا في هذه طيب المناطق التي هي تعارض هذه الدويلة الشريطية، هذا الكيان الشريطي التابع. هذا التفصيل الذي سردته حضرتك دكتور أسامة يعني لربما يكون معروفا لأغلب السوريين، ولكن ما الذي تغير؟ ما الذي حدث؟ لماذا الآن باتت أمريكا تبدو يعني صامتة ومترقبة لما ستسفر عنه هذه الاشتباكات؟ دائما أمريكا مترقبة، دائما هي تنظر إلى الأمور وتعتمد على الواقع الذي يترسخ، بعد أن يترسخ الواقع تتعامل مع هذا الواقع، وتحاول دائما الوصول إلى التسويات. ولكن أمريكا على مدى 10 سنوات لم تتخلى عن حليفها المرتزق الذي هو الأحزاب الكردية الشوفينية. هذا المكون هو مجموع الأحزاب، هذه هي خير حليف لأمريكا، ولذلك أمريكا لم تتخلى. وهناك من يسألنا هل يمكن أن تكون أمريكا وراء هذا الحراك؟ أبدا. الحراك الثوري أصلا ليس وراءه لا دولة كبرى ولا دول يعني إقليمية، هذا حراك ثوري، وهذا الحراك أيضا لو يعني الآن لماذا لا تتحرك لدعم هذه الميليشيات دكتور أسامة؟ لماذا لا تتحرك أمريكا لدعم هذه الميليشيات؟ ويعني ظهرت لقطات مصورة تظهر سيارات هامر محترقة على يد العشائر العربية. أكرر لك، أمريكا عندما يتكرس واقع جديد ستتعامل معه وستعقد صفقات، ونحن لسنا ضد التسويات حتى بالجلوس مع أمريكا.
تسويات لصالح الثورة، لصالح الهوية الوطنية السورية. نحن نقبل بذلك ونبلغ العشائر باستمرار أن عليهم أن يكونوا مستقلين، ولكن أن يقبلوا بتسويات تبعد عنهم شبح السيطرة بين قوسين الشوفينية للأحزاب الكردية مع التحالف مع بعض العشائر المرتزقة المشهورين. يعني لا بد أن نسمي بالأسماء، هناك يعني أفخاذ مرتزقة على مر التاريخ كانت تعمل لصالح النظام، اليوم تعمل لصالح قسد إلى آخره. لكن هذه العشائر نحن يجب أن نكون واقعيين، تحتاج إلى الدعم، تحتاج إلى العمق الثوري، أن تتواصل مع المناطق الغربية ليس فقط في منبج، وإنما مع ريف حلب المحرر، مع ريف إدلب، مع كل المناطق المحررة. حتى نحن اليوم ربطنا ما بين تحرك العشائر وما بين تحرك يعني أهلنا في السويداء، ودائما يقفز يعني مصطلح داعش إلى هذه التحركات. طيب دكتور، أهلنا في السويداء يخوفوهم من داعش. وحتى نعم دكتور أسامة، يعني هناك انشقاقات فعلا من قبل العشائر العربية وعناصر يعني العناصر المنتمين لميليشيا قسائد من أصل العشائر العربية قد أعلنوا انشقاقهم من تلك الميليشيات. التحالف الدولي دخل على خط الوساطة بين العشائر وميليشيا قسد، ولكن طبعا مع نفي العشائر العربية لأي وساطة وموافقته على أي وساطة. السؤال يعني هنا، ما هو شكل الاتفاق الذي يسعى لتطبيقه وترسيخه التحالف الدولي؟ يعني التفاصيل بلا شك قليلة، لأنه لم تحصل تسويات جيدة، خلينا نقول صفقات جيدة تلبي طموحات هذه العشائر الوطنية العربية التي لها مطالب محقة أن يكون لها كيان وأن تتواصل مع باقي يعني فئات شعبها المنتفض العظيم في مناطق حلب، شرق حلب، وفي مناطق إدلب، وحتى في المناطق الأخرى. لذلك لا أعتقد أن التسوية يعني قد جهزت، وإنما قد يكون هناك في الأيام القادمة فرض أمر واقع، فستتدخل أمريكا لفرض يعني تسوية على هذا الكيان المصطنع التابع لأمريكا، فستكون التسوية لصالح عشائرنا العربية ولصالح كيانها الذي نحرص على أن يكون اليوم كيان قوي ليواجه الميليشيات. ذكرتم أنتم ميليشيات إيران من جهة الجنوب والشرق، وليواجه هذه القيادات الشوفينية الحزبية الكردية من جهة الشمال. وطالما أن هذه العشائر وهذه القبائل الأصيلة لها امتداد أيضا يصل إلى العراق شرقا، وأبناء المنطقة هم الذين يحملون السلاح ويقاومون، فنحن مطمئنين إلى أن النصر يعني سيكون يعني في طرفهم بإذن الله قريبا. نعم، إذا كنت ضيفا عبر الهاتف من أمستردام رئيس هيئة الإنقاذ السورية دكتور أسامة الملوحي، شكرا جزيلا لك.